السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مع حلقة جديدة من ملفات. انطلاقا من الأهمية القصوى التي يمثلها قطاع السياحة وكونه أحد روافد الدخل القومي المصري، تواصل القيادة السياسية إصدار التوجيهات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي. فعلى مدى السنوات الماضية شهدت السياحة طفرة نوعية تمثلت في تطوير العديد من الأماكن الأثرية في مختلف أنحاء البلاد، وأيضا شهد قطاع السياحة دعما غير مسبوق مكنه من حصد ثمار الدعم الحكومي وجني ثمار مشروعات وطنية كبرى وأخرى استثمارية جعلته على أهبة الاستعداد لمرحلة إرساء قواعد الجمهورية الجديدة. للحديث عن المشروعات الكبرى وأثرها على الاقتصاد السياحي المصري وجذب المستثمرين وأيضا السائحين، يشرفنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ فارس حسني الأمين العام لنقابة السياحيين. أستاذ فارس بنرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك. لكن اسمح لنا نبدأ بتقرير أعده الزملاء في أسرة الإعداد، نشوف هذا التقرير ثم نعود في هذه الحلقة من ملف. اهتمت الدولة بقطاع السياحة باعتبارها قاطرة التنمية، وشهد عدد السائحين على مدار السنوات العشر الماضية تزايدا مضطردا ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022، وهو ما أدى إلى استعادة الحركة السياحية الوافرة لمصر لمعدلاتها التي كانت عليها قبل عام 2011. السياحة تنمو وتنتعش في الاستقرار والأمن المستقر. وأسهمت الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في الحفاظ على القطاع السياحي كقطاع عالي التأثير لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى التوقع بتحقيق نمو بين 25% ل30% سنويا، بما يصل بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2028. واعتمدت الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بالقطاع السياحي من خلال تدريب العنصر البشري وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم. ويعد القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بشأن منح تيسيرات لدخول مصر واحدا من القرارات المهمة لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وعملت وزارة السياحة والآثار أيضا على إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية، وانتهجت الدولة نهجا جديدا بتنفيذ فعاليات ضخمة تتم تغطيتها عالميا لإظهار المقاصد السياحية المصرية في صورة جديدة غير الصورة التقليدية، وذلك وفقا للاستراتيجية الجديدة للترويج السياحي مثل افتتاح طريق الكباش ونقل المومياوات الملكية وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية، حيث تم استضافة رؤساء وملوك ومشاهير العالم في زيارة الأهرامات والترويج للمتحف الكبير وإقامة منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ والعمل على تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين وغيرها من الفعاليات. جهود الدولة في دعم قطاع السياحة ونجاح خطط التنشيط السياحي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وذلك خلال الفترة الماضية، حيث أصبح السوق المصري في مقدمة اختيارات أكبر مواقع السفر العالمية نظرا للتنوع الكبير الذي يشهده المنتج السياحي المصري من سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المغامرة وسياحة اليخوت والغوص، وهو ما يجعل السياحة المصرية دائما من أكثر المقاصد السياحية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ فارس حسني الأمين العام لنقابة السياحيين. بنرحب بك مرة أخرى. أهلا وسهلا حضرتك الفندم. نبدأ بقطاع السياحة نظرة شاملة لما يحدث في قطاع السياحة، وهل عدنا إلى المعدلات اللي كانت موجودة سابقا يعني فيما يتعلق بأعداد السياح؟
يعني القطاع السياحي يعني الحمد لله في الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا، طبعا لو احنا قارنا ب 2023 احنا كان دخلنا في مصر 15 مليون سائح بحجم ايرادات 16 مليار دولار، ولكن خطة الدولة لاستهدافها في 2024 وصولا ل 18 مليون سائح لترويج السياحة العالمي اللي موجود على أرض مصر، وشايفين الخطط الاستراتيجية اللي الدولة شغالة عليها. طبعا الدولة شغالة على الخطة الوطنية الاستراتيجية لدعم القطاع السياحي، هم ست محاور. المحور الأول هو الإصلاح المؤسسي التشريعي، والمحور الثاني اللي بيتطلب برفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري. طبعا ده حضرتك ان انا اظهر مصر على الخريطة السياحية والخريطة العالمية، احنا كسياحيين بنشتغل عليه، ودايما بنشوف النظرة السياحية اللي العالم بيطلب ايه لان هو يجي يزور مصر، والبنية التحتية والترويج والبرامج. طبعا في محور ثالث احنا الدولة شغالة عليه اللي هو الاهداف الاقتصادية للبرنامج السياحي. البرنامج السياحي حضرتك ده بيتطلب عدد الليالي السياحية اللي موجودة، نوع الجست اللي جاي او العميل اللي جاي من السياح، بيشوف حجم الانفاق للسائح الاجنبي، وده بيتطلب دراسة للبرنامج السياحي اللي من ضمن المحاور الأساسية للقطاع السياحي. المحور الرابع هو تعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع قدرة الموارد البشرية لزيادة عدد العاملين في القطاع السياحي. المحور الخامس هو العمل على تعظيم والاستفادة من التكنولوجيا والتقنية الحديثة، وده شفناه في مدينة العلمين الجديدة وفي مرسى علم مدينة الجيل الرابع، وازاي ان احنا نقدر نستفاد من التقنية ومن الأماكن الموجودة بهذا الأسلوب وبهذا الحدث الكبير. آخر محور هو المحور الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي الأثري، إن إزاي أحافظ على المجتمع الأثري بتاعي من خلال تعظيم هذا الأمر. نعم، يمكن من ضمن سمات الفترة الحالية يا أستاذ فارس اهتمام القيادة السياسية والقيادات العليا بمجال السياحة تحديدا، والتركيز والتوجيه فيما يتعلق بتنشيط السياحة، كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا دور الدولة ليها دور كبير جدا، ان احنا كمهنيين بنشتغل خلف القيادة السياسية ودايما بندعم هذا الامر، حتى لو دعم لوجيستي دعم توعوي لكل المنصات الرقمية وكل الاماكن اللي احنا بندعو ليها، او ان احنا كمان بنشتغل عليها في شغلنا الخاص، ان ازاي انا يكون عندي تبادل ثقافي سياحي بين الجاليات المصرية برا مصر، ازاي تبقى مصر فعلا على الخريطة السياحية العالمية، وده بيحقق استثمارات كبيرة جدا، بيحقق ترويج كبير جدا للعالم كله. ان انا شايف الدولة داخلة على عدة مشاريع استثمارية سياحية، ان ازاي ان انا اقول للعالم كله انا لازم انافس، لازم يكون عندي فعلا ترويج كبير جدا للمشروعات الاستثمارية الموجودة. تمام، من ضمن المشاريع المهمة والجديدة انشاء مناطق سياحية جديدة للجذب السياحي، ما كانتش موجودة او ما كانش عليها تركيز او انتباه ليها في الفترة الماضية، زي مثلا منطقة الفسطاط، منطقة مصر الجديدة. هناك اهتمام كبير بإنشاء الحدائق ومتحف الحضارة، يعني ماذا إن شاء الله يعني ستضيف هذه المناطق السياحية الجديدة إلى قطاع السياحة في تقريبا؟ من ضمن خطة الدولة حضرتك هو تطوير القاهرة التاريخية. طبعا ان العالم كله عارف يعني الفاطميين جم عاشوا في مصر 300 سنه وشافوا تاريخ مصر كله، ان ازاي ان انا شفت في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بتطوير واعاده ترميم مسجد الحسين ومسجد السيده نفيسه واخيرا مسجد السيده زينب رضي الله عنها، وشفنا العالم كله ازاي جه، حتى انا لما باجي بروح يعني ما شاء الله جمال كبير جدا، حجم انفاق كبير جدا لتطوير هذه الأماكن، شارع المعز وتطوير مسجد الحاكم بأمر الله وتطوير الأماكن الأثرية والسياحية، ده له ترويج كبير جدا. يعني حتى حضرتك من 100 سنة بالظبط كده كانت في إحدى المجلات الأجنبية صورت التنورة وحطتها على إحدى صفحاتها وقالت إن دي أجمل صورة في العالم. يعني إحنا بنشوف حتى الأماكن السياحية والأثرية اللي موجودة في القاهرة التاريخية لها ترويج كبير جدا غير الأماكن التانية. نعم، طيب
يعني هناك أيضا مشروع كبير جدا في الحقيقة، يمكن يعتبر أعتقد أكبر متحف في العالم، المتحف المصري الكبير، وإن شاء الله اقترب موعد افتتاحه. في تقدير حضرتك يعني كيف يؤثر هذا الأمر على جذب السائحين؟ يعني هل له تأثير في الحقيقة على زيادة الأعداد؟ زي ما حضرتك ذكرت بنستهدف 18 مليون، نتوقع إن شاء الله قريبا نحن نوصل للرقم ده بمساعدة مشروع زي المتحف المصري الكبير. العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، لأن طبعا هذا المتحف يعتبر أكبر متحف في العالم، لأول مرة يعرض فيه مقتنيات توت عنخ آمون الملك الشاب الذي حكم مصر وهو عنده 9 سنوات. العالم كله عارف قيمة هذا المتحف الكبير، وأنا كنت لسه فيه من قيمة أسبوع، كان معايا رحلة أنا واتفتح تجريبي وشفت المسلة المعلقة اللي موجودة، شفت الأماكن الأثرية اللي موجودة جوه، اللي العالم كله هيجي يشهدها، لأن طبعا خطة الدولة شفناها في الترويج، شفنا افتتاح المتحف الحضارة القومي، وشفنا الترويج كبير جدا، شفنا وكالات الأنباء العالمية أكثر من 400 قناة ومجلة ووكالات أنباء عالمية لهذا المكان وهذا الترويج الكبير. ده هنلاقيه في افتتاح المتحف المصري الكبير، والكلام ده شفناه كمان في نقل الكباش وشفنا الترويج له. فطبعا هذا المتحف له ترويج كبير جدا، المستهدف لهذا المتحف أنه هيبقى فيه زيادة كبيرة جدا في عدد السائحين في السنوات القادمة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني هو طبعا السائح مش بيجي يتعامل فقط مع الآثار، لكن بيتعامل مع البنية التحتية بتاعة البلد اللي هو بيزورها، بيمشي في شوارعها، بيشتري من محلاتها. كيف ترى ما حدث في الفترة الماضية من تجميل ورفع يعني تراكم الإهمال في القاهرة تحديدا؟ يعني طبعا البنية التحتية لها دور كبير جدا لاستقبال السائح، وان ازاي نستقبل السائح، كيف استقبل السائح. فالسائح عاوز يزور من مدينة لمدينة، عايز يزور مكان لمكان، فعاوز سرعة النقل، ان هو مثلا يكون النهاردة في الفيوم، النهاردة يروح الغردقة من القاهرة، فلازم نلاقي طرق ممهدة. وده شيء احنا شايفينه من خطة الدولة اللي دايما بتسعى لتطوير الاماكن وتطوير الطرق، وده له تطوير كبير جدا. حتى وزارة النقل حضرتك عاملة في المترو فيديو عن عرض الأماكن الأثرية، وفيديو جميل جدا للدعاية. حتى ده احنا اللي بيسافر الدول الأجنبية بيلاقي عبر الشاشات ان هو ازاي يعرض حتى المنتج بتاعه. انا النهاردة لما بلاقي ده موجود في الساحات بتاعتي وموجودة في طريقة النقل بتاعتي، ده بيوصل للسائح ان احنا فعلا دولة سياحية، مصر التي نتمناها سياحيا، مصر على الخريطة السياحية والعالمية. تمام. أستاذ فارس، يبدو يعني أنا في تقديري أن اللي بيزور مصر جنسيات معروفة، يعني محددة في الحقيقة، يعني زي الأوكران، الروس، اليابانيين أيضا، يعني في جنسيات محددة. فهل يعني سؤال فيما يتعلق بدور الدولة، يعني هل هناك حملات تسويق في هذه الدول؟ لأنه يبدو أن هذه الدول بترسل أعداد كبيرة من السياح. نسبة روسيا وأوكرانيا حضرتك بتمثل في السياحة المصدرة لمصر بنسبة 60%. الإيه بقى؟ من حجم السائحين. تمام في من العدد. من العدد يعني. لكن من 15 مليون. لا مش من الإنفاق يعني. فأنا النهاردة لما بلاقي في أسواق كتيرة سياحية مفتوحة تاني زي في أمريكا اللاتينية وكمان الصين وبعض الدول العربية، إن أنا أفتح أسواق جديدة وأفتح ترويج كبير جدا عن سياحة بلدنا وعن أسواق ليها لدعم وتنشيط السياحة، ده بيزود حضرتك عدد السائحين وبيزود نسبة الإيرادات والاستثمارات اللي موجودة داخل مصر. نعم. طيب نتوقف أستاذ فارس عند هذه النقطة ونلتقي بعد فاصل إن شاء الله نستكمل هذه الحلقة من ملفات.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات. والآن مع اتصال هاتفي مع دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور وليد، نبدأ بحصة القطاع السياحي في الاقتصاد المصري. هل هذه الحصة يعني تتناسب مع مكانة مصر الكبيرة فيما يتعلق بالآثار والثقافة أيضا؟ وطبعا يعني القطاع السياحي بالنسبة لمصر هو قطاع مهم جدا، محقق نجاحات، وطبعا احنا يعني وصلنا فيه لأرقام جيدة، لكن طبعا مصر تحتمل وتستحق أن يتضاعف هذا الرقم إذا كنا بنتحدث على أن مصر لا زالت عند مستوى حاجز 13 مليون سائح سنويا، فطموح الوصول إلى 30 مليون سائح ده شيء يعني وارد جدا، وأتصوره أنه قابل للتحقيق خلال فترة وجيزة بما تمتلكه مصر من مقومات أثرية ومقومات سياحة ترفيهية، سياحة علاجية، سياحة تعليمية، صحية، قطاع الخدمات قطاع مهم جدا من الممكن أنه هو يجذب أعداد كبيرة من السائحين. طبعا مصر جاهزة للوصول إلى 30 مليون سائح، وعندنا حجم كبير من الغرف الفندقية، وبيتم أيضا تشجيع القطاع الخاص على زيادة الغرف الفندقية سواء في المقاصد السياحية في المدن المختلفة أو حتى في القاهرة اللي بنتابع فيها تطوير مقرات، مقر مجمع التحرير، وسيكون هناك مقرات للوزارات اللي هتم انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، أيضا هيكون فيها فنادق، أجزاء منها هيكون فيها فنادق كثيرة هتزود عدد الغرف السياحية في القاهرة بما يفتح المجال لزيادة أعداد السائحين ولعودة القاهرة نفسها لأن تكون مقصد سياحي مهم بعد أن يعني تراجعت القاهرة كمقصد سياحي بسبب الزحام وبسبب صعوبات الانتقال بها. اليوم وبعد أن تحسنت أحوال الانتقال بالقاهرة وتم ربطها بالساحل الشمالي بطريق ممهد بصورة جيدة جدا، ونحن في انتظار أيضا أن يتم ربط القاهرة بالساحل الشمالي بالقطار الكهربائي السريع، بيتم ربطها أيضا بالعين السخنة بنفس القطار وبصعيد مصر في الأقصر وأسوان، كل ده هيساعد على زيادة أعداد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة إن شاء الله. دكتور وليد، في الفترة الأخيرة كان هناك اتجاه ل يعني أفكار جديدة خارج إطار الصندوق، ويمكن مصر أول مرة بيكون ليها منتجعات سياحية على ساحل البحر المتوسط. شفنا العلمين الجديدة وأيضا رأس الحكمة، ويعني هي مؤشرات لمستقبل جيد بإذن الله تعالى. في تقدير حضرتك، كيف استغلال هذه المنتجعات الجديدة بالشكل الأمثل فيما يتعلق بالاقتصاد المصري؟ هو طبعا يعني شايف أن ده دور القطاع الخاص أكتر ما هو دور الحكومة. نعم. وهناك توجهات كبرى للقطاع الخاص، يعني تابعنا في صفقة رأس الحكمة وتابعنا في الصفقة الأخيرة مع إحدى كبريات الشركات المصرية هذا التوجه الدولة أسست له، يعني فكرة أن يكون لديك شاطئ رائع وخلاب في منطقة خلابة، أتصور أنها من الممكن أن يتكرر هذا في مناطق أخرى في العالم، ولكن تعزيز التنافسية الخاصة بالساحل الشمالي بترجع إلى ما قامت به الدولة من توفير البنية التحتية اللازمة للتنمية. ذكرت قبل كده ربط الساحل الشمالي بالداخل المصري، وهناك محطة الضبع للطاقة النووية اللي هتبدأ انتاج الطاقة فيها خلال 2028، وده هيكون لها دور كبير في زيادة الطاقة الكهربائية للساحل الشمالي. محطات تحلية المياه أيضا لها دور مهم جدا، تطوير الطريق الساحلي للساحل الشمالي كان له دور مهم جدا، توفر الخدمات للساحل الشمالي ده بيساعد بقى على ان القطاع الخاص يقدر يكمل يقوم بالانشاءات اللازمه، يقوم بعمليات الترويج، فضلا عن يعني التسهيلات اللي بتقدمها الدوله حيث اصبح من المتاح ان يكون هناك ميناء لليخوت، ان يكون هناك تصريحات بخدمات مهمه تقدم للسائحين في هذه الوجهات. ايضا ما نقدرش نغفل المبادره اللي قامت بها الدوله في العالمين، لان العالمين اتصورها ان هي اكبر مسوق للساحل الشمالي بالكامل. مهرجان العالمين مهرجان مهم جدا وله دور في الترويج للاستثمارات في الساحل ولجذب سائحين من كل انحاء العالم.
منظومه التنميه في الساحل الشمالي هي منظومه بتستهدف السياحه، بتستهدف خلق فرص عمل، نجحت الى حد كبير حتى هذه اللحظه، وتصور ان المستقبل اكبر مثلها مثل مناطق اخرى. يعني اذا انتقلنا الى سيناء هنلاقي ايضا مشروع التجلي العظم اللي بيطور المنتج السياحي في جنوب سيناء، ده هيكون له دور مهم جدا في زياده عدد السياحين، بحيث يكون هناك سياحه دينيه الى جوار السياحه الشاطئيه. لدينا ايضا في الجنوب مع افتتاح طريق الكباش، وده اللي بيقدم منتج سياحي متطور. ثم في القاهره اللي تم اضافه منتجات سياحيه جديده، زي مثل تطوير المساجد التاريخيه مع متحف الحضاره، بننتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. كل هذه المنتجات قادره على دفع قطاع السياحه الى معدلات كبيره من نسب النمو ان شاء الله. أشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ فارس حسني الأمين العام لنقابة السياحيين. يعني قبل ما نسترسل في موضوع الحلقة، برضو بمناسبة وجود حضرتك عايزين نتعرف على نقابة السياحيين. هناك طبعا نقابة المرشدين ونقابة الأثريين، يعني نقابة السياحيين بماذا تختلف عن النقابات الأخرى التي تعمل في مجال السياحة، وماذا تقدم من خدمات الأعضاء؟ نقابة السياحيين هي نقابة مهنية سياحية عمالية بتخضع لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، قانون النقابات والحريات النقابية العمالية. رئيسها نقيب السياحيين مصر مستر حمدي عز. طبعا النقابة بتدافع عن حقوق العمال لبيئة مناخية عمالية على أعلى مستوى، إن إزاي أنا يكون عندي عمالة مدربة، عندي عمالة كفاءة، لأن ده بيتماشى مع حجم الاستثمارات. إن أنا عندي استثمارات كتيرة جاية في مصر، فأنا إزاي يكون عندي حجم عمالة على أعلى مستوى من التدريب والتثقيف. النقابة بتقوم بعدة مبادرات وأنشطة، لأن احنا كدورنا مهنيين، احنا مش عملنا كله يعني روتيني او كده، لا، احنا ازاي احافظ على تنشيط سياحة بلدي، ازاي ان انا يكون عندي دعم كبير جدا من خلال الافكار والمؤتمرات والمهرجانات، لان في سياحة نوع جديد من السياحة ظهر لمصر، وده شفناه في شرم الشيخ اللي هو سياحة المؤتمرات، وده شفنا السيد الرئيس بنفسه هو بيروج عنه، شفنا في مؤتمر المناخ، لان الاخضر صديق للبيئة. ولكن هي النقابة دايما بتعمل مبادرات، عملنا مبادرة اسمها مصر التي نتمناها سياحيا، السياحة الداخلية في عيون المصريين، السياحة البينية والتقارب بين الشعوب العربية والإفريقية، ازاي يكون عندي من الدول المجاورة نفس التراث ونفس الافكار السياحية اللي انا اقدر اروج بها لسياحة بلدي وانتماء بلدي وغرس الوطنية والتوعوية لسياحة بلدنا. نعم. طيب نعود للموضوع الرئيس للحلقة، ذكرت السياحة الداخلية. السياحة الداخلية أكيد فيها مزايا وفيها مشاكل أو كده، لكن إحنا بنحس يعني إنها ما هياش الشيء المأمول، يعني في أي دولة في العالم السياحة الداخلية بيبقى ليها قيمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. في تقديرك ما هي المعوقات المتعلقة بالسياحة الداخلية، بعيدا بقى عن سياحة المصايف اللي هي عمل روتيني للمواطن المصري من زمان؟ أنا دايما لما بتكلم عن السياحة الداخلية، عشان كده عملت حضرتك مبادرة السياحة الداخلية في عيون المصريين، أنا والناس اللي معايا، إن إزاي فعلا نرجع لثقافة شعب. لان انا هحط ايدي على النقطه اللي انا اقدر ادور عليها، ازاي فعلا يبقى عندي ترويج كبير جدا، ازاي ان انا رايح رحله سياحه يوم الواحد، رايح ازور اكبر يعني محميه طول عمرها 45 مليون سنه، وازاي اروح اشوف بحيره مسحوره بتجدد حضرتك الوانها مع ضوء الشمس 7 مرات، ان انا اقول انزل الصوره ديت على صفحتي، على اتكلم عنها في ندوه في مكتبه، ازاي ان انا فعلا اقول للسياح او للشعب المصري الجميل، لما تيجي تروح مكان ذاكره الاول، ذاكره، وازاي ان انت كمان تروج عنه وتتكلم عنه كتير، وازاي حافظ بقى على المجتمع ان انا ما اهملهوش، ازاي يكون عندي تطوير كبير جدا من داخلي لمنافسه كبيره انا بشوفها في دول بره مصر. تمام. يعني السيد رئيس الجمهورية تحدث كثيرا عن يعني شراكة القطاع الخاص فيما يتعلق بكل الأعمال في مصر، يمكن القطاع السياحي أشهر يعني أشهر قطاع، بالقطاع الخاص بيبقى ليه دور كبير في هذا المجال. يعني
كيف ترى مشاركة القطاع الخاص يا أستاذ فارس فيما يتعلق بالقطاع السياحي؟ يعني كان زمان الدولة هي اللي بتقوم بكل الدور وفي هيئة تنشيط السياحة وشركات حكومية، لكن يبدو أن القطاع الخاص توسع في هذا الأمر بالفعل، وده الحدث الكبير اللي هيتعمل في الساحل الشمالي، أن دي مشاركة القطاع الخاص مع الدولة. النهاردة أنا عندي مشروع كبير بيتعمل على الساحل الشمالي، لأن حضرتك النهاردة مصر بتمتلك على الساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر 3500 كيلو. النهاردة في نوع جديد من السياحة اسمه سياحة اليخوت وسياحة الصفوة. إزاي يبقى في مراسي وفي يخوت على هذه المراسي تعمل دعم كبير جدا، لان حجم هذا الانفاق من السائح الصفوة او السائح الساري ده بمعدلات كبيرة جدا، ده بيعلي حضرتك معدل النمو الاقتصادي، لان معدل النمو الاقتصادي حاليا 3.2%. ازاي نوصل ل 2024 4.2%؟ النهاردة لما بيكون عندي معدل الاستثمار في مصر 11.9%، ازاي نوصل لاخر 2024 ل 13%؟ ده حضرتك بيزود كمان الاستثمارات، بتزود نسبة العمالة، لان انا عندي نسبة البطالة 6.7%. ازاي ان انا يبقى في انخفاض من نسبة البطالة مع ارتفاع حجم النمو وحجم الاستثمار، لان انا عندي 2 مليون في هذه النسبة اللي هي 6.7%، ان 2 مليون عامل ما بيشتغلش، فانا ده بيديني فرصة كبيرة جدا من حجم الاستثمارات، لان المشروع الساحل الشمالي ده حضرتك على 23 مليون متر، وده له معدل استثمار هنوصل ليه 1 تريليون جنيه مصري. تمام ان شاء الله. لكن نتوقف استاذ فارس عند تقرير اعده الزملاء، نشوف هذا التقرير ثم نعود في هذه الحلقه من ملفات. بهدف تعظيم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بشكل عام، تتواصل الجهود المبذولة لدعم قطاع السياحة وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية في كل أنحاء الجمهورية. الحقيقة قطاع السياحة هو أحد أهم روافد العملة الأجنبية في مصر، وطبعا الفترة الأخيرة كنا شفنا أزمة في توافر العملة الأجنبية، وبالتالي كان لابد من التأكيد على وجود دعم لهذا القطاع الحيوي جدا الذي يستطيع أن يدخل على مصر مليارات الدولارات. السياحة في مصر مميزة إلى حد كبير جدا لنظر لتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يربط ما بين 3 قارات يأتي إليها السياح أو الوافدون من جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن مصر تتمتع بعدد كبير جدا من الفنادق والخدمات الفندقية ذات المستوى الرفيع، خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة. بالإضافة إلى مصر الفترة الأخيرة توسعت في مدن ساحلية أخرى زي مدينة العالمين، وأبرمت اتفاقيات كبرى لإنشاء مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين. ده يوفر جزئين هينعش قطاع السياحة المالية والسياحة المعيشية والسياحة الترفيه في هذه المنطقة وفقا مخطط المعروض من قبل المطورون، بالإضافة إلى إنعاش خزينة مصر من العملة الصعبة. عوائد السياحة في مصر كانت كبيرة جدا خلال العام المالي الماضي 2022-2023، واللي تجاوزت أكتر من 13.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بنحو أكتر من 14.9 مليون سائح زاروا مصر خلال العام الماضي، وده اللي أعلن عنه الحكومة المصرية وفي بيان مجلس الوزراء. ونقيب السياحين أو قطاع السياحة في مصر يعني بيستهدف في الفترة المقبلة تحقيق أكتر من 30 مليار دولار سنويا بداية من عام 2028 المقبل. وتتواصل المساعي الحكومية لدعم قطاع السياحة والذي يسهم ب 12% من الناتج المحلي المصري ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، كما تستهدف مصر الوصول بإيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول 2025. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملفات مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ فارس حسني الأمين العام لنقابة السياحيين. عندنا أماكن تقليدية يا أستاذ فارس، يعني الأقصر وأسوان، اسكندرية، يعني في أماكن تقليدية، يعني هل هذه الأماكن
إن شاء الله يعني مستقبلا في تقديرك تحتاج للتطوير زي عندنا يعني رأس الحكمة وعندنا العالمين، هل الأماكن القديمة في مسألة السياحة نحتاج نغيرها برضو نحتاج نطورها، ولا هي على حالها كده يمكن كحاجة قديمة وتراثية تكون أفضل؟ لا، التطوير طبعا ده من خطة الدولة، أن طبعا أنا النهاردة عندي في الأقصر ثلث أثار العالم، والعالم كله بيجي يشوف تعامد الشمس على معبد أبو سمبل مرتين في السنة، مرة في شهر 10 ومرة في شهر 2، يوم 22/2 ويوم 22/10 من كل عام. ده طبعا له تطوير كبير جدا، أن إزاي أن أنا أخلي السائح اللي بيجي يزور الأماكن ده سائح مثقف زي السائح الإيطالي والبريطاني والإنجليزي والأمريكاني، اللي هو بيجي يشوف المكان ده، والألماني ازاي يجي يشوف المكان دوت بأعلى تقنية. وده حضرتك أنا لما بيكون ليه تطوير كبير جدا بيعمل ترويج عالمي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال المنصات والجاليات المصرية كمان. لو أنا اتكلمت على هذا الأمر، هذا الأمر طبعا لازم يكون تحت الخطة المعمولة، الخطة الوطنية الاستراتيجية لدعم السياحة في مصر. نعم، بذكر القطاع الخاص يمكن بدون ذكر طبعا أسامي الشركات، في شركة قطاع خاص دخلت في منطقة الهرم في تنظيم الدخول والخروج يعني فيما يتعلق بالهرم، وأشياء كثيرة جدا في المنطقة ربما يكون هناك تغيير في الحقيقة ملموس يعني، هل تعتقد أن هذه التجربة وتكرارها في أماكن أخرى يغير هذا الواقع ويحسن ويزود استقبال السائحين في مصر؟ احنا دايما برامجنا لما بنيجي نشتغل عليها حضرتك، يعني احنا عاملين حاجة اسمه مشروع الاصلاح الاقتصادي السياحي في ظل الحوار الوطني. نعم. طبعا تحسين التجربة السياحية غير التقليدية اللي هي غير نمطية، ان انا ازاي اشوف كبرى الشركات العالمية بتعمل ايه جنب متحف عالمي، بتجيب شركة مختصة بتقوم بهذا الامر ازاي، حتى مدربة، حتى عندها المنظمين يكون عنده حتى لغات معينة ازاي يستقبل هذا السائح. ده بيبقى شيء ملموس على ارض الواقع بالمنطقة المحيطة حوالين المتحف المصري الكبير، لان العالم كله بيترقبه، العالم كله عايز يجي يشوف هذا الافتتاح العالمي الكبير. طبعا ده ترويج كبير جدا، واحنا بنهتم بيه اكتر حتى في ترويجنا. نعم، يعني الخدمة السياحية المقدمة هي في الاساس سلعة يعني تحتاج الى تسويق، يعني زي اي سلعة زي اي شيء بيتباع أو أي خدمة حتى بتعتبر سلعة قابلة للتسويق. يعني فيما يتعلق بالتسويق يعني حضرتك طبعا شغال في المجال لفترة طويلة وأكيد لديك أفكار فيما يتعلق بفكرة التسويق، كيف ترى عملية التسويق في مصر، وهل وصلنا فعلا للحد اللي احنا المأمول فيما يتعلق بتسويق الخدمة السياحية؟ شوف حضرتك السياحة بتتشابك مع 76 منتج، أنا النهاردة من المنتجات السياحية. التسويق ده شيء جميل جدا، إن أنا إزاي يكون عندي ابتكار. إحنا درسنا حاجة في الإدارة حضرتك، إن هي كيف يكون مدير الإنتاج العصري مديرا منتجا مبدعا. أنا عندي المقومات في بلدي، إزاي إن أنا أستغل هذا الافتتاح، أستغل مشروع قومي على الساحل الشمالي موجود، العالم كله بيروج عنه وشوفنا صدى الإعلام كله هو بيتكلم عنه، مشروع زي رأس الحكمة عامل ضجة كبيرة جدا موجود على أرض مصر، مشروع التجلي الأعظم، أنا استغل هذه الأحداث وأكتب عنها وإزاي أجيب الاستثمار، لأن عند حضرتك الدولة لما عدلت قانون الاستثمار اللي هو قانون رقم 160 لسنة 2023 لاستجلاب المستثمرين لعمل مشروعات استثمارية لمصر، وده شفناه في 13 مشروع في شمال سيناء و14 مشروع في جنوب سيناء. أنا النهاردة استفاد من هذه التجربة وتحسين التجربة السياحية في التسويق السياحي. تمام، عندنا غير المشروعات عندنا مدن جديدة يعني بعضها على السواحل البحر وبعضها داخل البر الرئيسي لمصر، زي العاصمة الإدارية الجديدة، يعني هي طبعا مش على البحر لكن مدينة فيها مقومات كثيرة جدا، يعني في تقديرك يا أستاذ فارس، وهناك أيضا مدن كثيرة جدا موجودة في مصر بنقول عليها مدن الجيل الرابع، كيف نستغل هذه المدن في تقديرها؟ ودي كمان يعني هي مش جيل الرابع كمان، دي كمان حضرتك إن هي صاحبة تقنية، إن احنا العالم كله في رقمنة دلوقتي، الحوسبة السحابية، في تقنيات كبيرة جدا، العالم كله بيمكن يشوف بلد معينة من خلال فيديو معين، فأنا بستغل هذه الأماكن
الاماكن اللي موجوده اللي هي بتنافس دول اوروبا دلوقتي، فيها ناطحات سحاب، فيها العاصمه الاداريه، فيها جميع الوزارات وفيها جميع الاماكن اللي انا اقدر اعمل رحله تجوليه من خلالها اظهر معالم بلدي، وكمان لما يتحقق في مدينه تاني زي مدينه راس الحكمه او مدينه مرسى علم، مدينه الجيل الرابع او العالمين الجديده، فده بيخلي السائح الاجنبي او المستثمر الاجنبي لما يجي مصر يبقى مش عارف يروح فين ولا فين. وهو ده اللي انا عايزه، ان انا احجم من حجم الاستثمارات ويبقى عندي معدلات كبيره جدا في الاستثمار المصري. تمام. بعض الخبراء فيما يتعلق بمجال السياحه بيطرحوا افكار، يعني مثلا على سبيل المثال البعض بيتحدث عن ان احنا مش يعني مش بس نستنى السائح لما يجي مصر، لا احنا كمان نروح له من خلال بعض المعارض، سواء كانت معارض للاثار او معارض متعلقه بالتراث المصري والصناعات اليدويه. الى اي مدى وصلنا في هذا الامر؟ وهل تعتقد، لان برضو في رايين فيما يتعلق بهذه المساله، ان لا ما هو المعارض دي هتقلل عدد السياح اللي بيجي مصر، هو شاف الاثار او شاف المعارض التراث المصري خلاص ما بقاش محتاج يجي مصر، يعني هل تعتقد ان هذا الراي صواب او خطا؟ هي الدوله اشتغلت على هذا الامر بالفعل، لان عملت معرض باسمه كنوز رمسيس الثالث، وعملته مرتين في فرنسا ومره في امريكا، وده كان له صدى كبير جدا وفي ترويج كبير جدا، لان ده بيدي انطباع لحضاره مصر القديمه اللي موجوده اكثر من 7000 سنه، وبتخلي السائح الاجنبي لا يجي يشوف اكتر، يشوف اكثر من 30 اسره موجوده عاشوا في ارض مصر، بيشوفوا حضرتك الاهرامات، بيشوفوا المسلات اللي موجوده داخل مصر. يعني انا النهارده لما الاقي الشانزليزيه العالم كله بيجي يروح يزور المتحف اللوفر في فرنسا، بيشوف المسله بتاعتنا اللي موجوده هناك دي بتاعتنا احنا، لما بيجي يشوف بقى المسلات اللي موجوده كتير اللي داخل مصر، بيشوف برج القاهره، بيشوف القلعه، ده بيدي طباع واستجلاب كبير من السياحه الاجنبيه او المستجلبه لمصر إن شاء الله. عموما نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المشروعات الجديدة سواء كانت سياحية أو متعلقة بالبنية التحتية أن تكون فاتحة خير على مصر. لكن أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة من برنامج ملفات. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين، بنشكر لحضرتك تشريفك أستاذ فارس. وأيضا أشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور وليد جبالله الخبير الاقتصادي، والشكر موصول لمشاهدي الكرام في كل مكان. لكم تحياتي عصام الفرماوي وتحيات زملائي خلف الكاميرات، وإلى لقاء قريب.